السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تتابعون من خلاله العديد من الفقرات والتقارير المنوعة اللي تهتم بالرياضة بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومجالاتها سواء داخل البحرين وأيضا من جميع أنحاء العالم. قبل أن نبتدي في مواضيع حلقة اليوم نذكركم بأن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، يوتيوب لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. وبما أن احنا نعيش في أيام الفورمولا حاليا، لازم نتابع معاكم آخر الاستعدادات لهذا الحدث العالمي الكبير، وهالمرة مع الفريق الطبي البحريني اللي لابد أن تكون لبصمة في سباق الفورمولا 1. وما يميز الطاقم الطبي البحريني خبرته الكبيرة في هذا المجال، تفاصيل أكثر في تقرير الزميل حسن الشروبي. وزيرة الصحة ترعى الندوة العلمية 11 لطب رياضة السيارات بمشاركة 250 مشاركة من مختلف التخصصات الطبية الداعمين لسباق الفورمولا 1 لضمان التغطية الطبية الشاملة لمضمار حلبة البحرين الدولية أثناء السباق. مثل العادة وزارة الصحة استعدت نفسها من أول السنة لإقامة هذا الحفل العظيم اللي هو الفورمولا 1، ووزارة الصحة تستعد من ناحيتين، من ناحية الصحة العامة لتمنع أي حدوث أي أشياء لها علاقة بالصحة العامة هي مثل الوبائيات، ومن ناحية ثانية لعلاج أي حالة طارئة تصير في الحلبة نفسها. طبعاً تحرص وزارة الصحة إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية في سباقات الفورمولا 1، وخصوصاً بما أن نحن نغطي عيادات الجمهور، فهناك يتم الاستعداد من خلال اللي هو ترتيب اللي هو الفرق الطبية التابعة للعيادات الجمهور، اللي هي العيادات تتكون من 7 عيادات منتشرة دور مدار الحلبة، ويتكون من 10 أطباء عائلة على أتم الاستعداد والجهوزية، وكذلك 13 ممرض يكونوا موزعين على العيادات. وتحدث الأطباء والمختصين في مجال طب السيارات حول عمليات الإنقاذ والإسعاف واستخراج المصابين من المتسابقين والتعامل مع مختلف أنواع الإصابات مثل إصابة الرأس وطرق الإنعاش والإسعاف الأولي. طبعاً الفريق الطبي المركز السنتر نفسه متكون من عدة تخصصات طبية، فرق طبية من ضمنها الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة اللهو المناظير، وعندنا جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، بالإضافة لأمراض الباطنية مثل القلب والرئة وأمراض الطوارئ، ومجهز تقريباً بأحدث الأجهزة الموجودة لاستقبال جميع أنواع الحالات من البليغة إلى البسيطة، ومتوزعين احنا على انحاء اللي هو الحلبة الطبية. اللجان الطبية هي تتبع للاتحاد البحريني للسيارات، يعني انت عندك فريق طبي تابع للاتحاد البحريني للسيارات يكون في الايام سباقات الفورمولا 1. طبعا مشكورة وزارة الصحة هي اللي تزودنا بالفريق الطبي، بس كل الافرقة تكون تابعة للاتحاد البحريني للسيارات، ويتأكد الاتحاد البحريني للسيارات من ان جاهزيتها للسباق حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات. ويتمتع الطاقم الطبي بكامل الجاهزية والخبرة العالية التي يمتازون بها، وأصبحت لهم سمعة دولية، ولتصبح مملكة البحرين أول مركز تدريبي طبي في الشرق الأوسط منذ عام 2014، وأصبحت الدول الشقيقة تطلب تعاون الفريق الطبي البحريني والمساهمة في تدريب الفرق الطبية الأخرى. للحديث بشكل أكبر عن استعدادات الفريق الطبي، يسعدنا أن نرحب برئيس الفريق الطبي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 والمعتمد من الاتحاد البحريني والاتحاد الدولي للسيارات الدكتور أمجد عبيدي. أهلا ومرحبا فيك دكتور. يا نبيك الله سلمك. دكتور، في البداية نحب نتكلم عن الندوة الطبية لطب السيارات، ما هي بالضبط؟ بسم الله الرحيم. هاي الندوة الطبية هي 11، يعني تقريبا صارنا 11 سنة إحنا نقيم الدورة هاي بالتعاون مع وزارة الصحة ومثلا مساعدة وزيرة الصحة. الدورة هاي بدناها جدا شيء بسيط، وكل سنة قاعد تطور ولله الحمد، صارت الحمد لله من أفضل الدورات اللي تقام في طب رياضة السيارات، مو على مستوى المحلي بالعكس على مستوى العالمي. الدورة يكون فيها عبارة عن أكثر من جزء، فيها أول جزء يكون فيها عبارة عن مبادئ السباق، مبادئ اللي هو المارشلينج، بعض الإرشادات من اتحاد البحرين للسيارات والفريق المارشلز اللي معانا،
وبعدين يبدأ فيها عبارة عن استعراض آخر تطورات في طب رياضة السيارات، آخر استعراضات حق تطورات في طب التعامل مع الإصابات البليغة، كيفية إنعاش المتسابقين لا قدر في حال حدوث حادث، إيش الأشياء الجديدة الموجودة في قضية الإنعاش القلبي الرئوي حق المصابين. وبعدين لها الجزء الثالث منها عبارة عن جزء تدريب عملي على كيفية استخراج المصاب من السيارة، كيفية عمل إنعاش القلب الرئوي، كيفية عمل التنفس الصناعي. فيتراوح الورشة ما بين شيء نظري وشيء عملي. فالحمد لله يعني الندوة ناجحة ولله الحمد، يعني بشارة الجماعة الحضور اللي عندنا الفريق الطبي، وطبعا هذا كله بفضل يعني الله سبحانه وتعالى وفضل الدعم الوثيق فعلا من اتحاد البحرين للسيارات ووزارة الصحة اللي تكون فعلا داعمة رئيس حق فريق الطبي من 2004. نعم دكتور، لو نتكلم عن الجانب النظري في البداية، يعني يتم حتى تعريف الفريق الطبي العامل في الفورمولا 1 عن على حتى على قواعد السباق وطريقة السباق، يعني يكون عنده خلفية كاملة عن السباق اللي راح يشتغل. طبعا اكيد، يعني انت مثلا مو اي طبيب او اي ممرض او اي مسعف تاخذه وتقول له تعال غطي سباق الفورمولا 1، لا. عمل الطبيب في المستشفى غير عملي انا بكون في مضمار السباق، عمل الممرض في المضمار السباقي عمله في المستشفى. الوضعية بتكون مختلفة، الخطورة بتكون غير، كيفية التعامل مع المريض بتكون غير. يعني تخيل انت في المستشفى عندك يعني اي مريض او اي مصاب او حادث، انت مع المريض، الطبيب مع المريض، لكن انت في سباق الفورمولا 1 لا قدر الله صار في اي حادث، اي تصرف انت تكون في عندك 600 مليون شخص بالكاميرات كلها قاعدين تطالع الفريق الطبي البحريني يتعامل مع المصاب الفلاني، شلون سوى، شلون تعامل مع المصاب، شلون شالوا، شلون ثبتوا المريض، شلون حطوا على حتى على الاسترتشر، ايش بالضبط التعامل الطبي اللي كان طارئ في مضمار السباق، كيفيه التعامل مع كيف تنقل المصاب للمركز الطبي ومن ثم للمستشفى. فتخيل تكون انت يعني بيكون العيون عيون العالم كلها متركزه على هاي الجزء البسيط اللي قاعد يتصرف فيه الطبيب او المسعف او الممرض اللي موجود اثناء السباق. يمكن دكتور لو ننتقل الى الجانب العملي، انتم يعني ما شاء الله في الطاقم الطبي الخاص بحلبة البحرين الدوليه طاقم مميز جدا، والعام خلال تغطيتي لسباق جائزات البحرين بالفورمولا 1 سمعت ان الفريق كان فايز بجائزه عالميه في اخراج المتسابق من حاله الحادث. بالضبط. كلمنا عن هذه النقطه بالتحديد. طبعا احنا ولله الحمد يعني وبكل فخر احنا نكون افخرنا الفريق الطبي البحريني دائما كل سنه ياخذ اللي هو عباره عن اشاره الامتياز من الاتحاد الدولي للسيارات، دائما يكون الريبورت من عند اتحاد الدولي للسيارات اللي دائما يكون ان اكسلنت ميديكال تيم، ودائما الحمد لله الحمد يعني على مدى تقريبا مو اقل من 10 سنوات دائما عندنا اللي هو الايفالويشن ماله يكون بالامتياز ولله الحمد. الخبره اللي اكتسبها الفريق الطبي طبعا جدا مهم، الاستمراريه، الجماعه اللي موجوده عندي انا في اعضاء الفريق معي من 2004 نفس الشخص هاي، والعكس يقول الله احنا دكتور بالعكس نستمتع اني جينيك، عباره عن شيء جدا متع علينا احنا، والله اول شيء احنا نقدم خدمه لبلدنا رقم واحد، شيء ثاني احنا نستمتع بعملنا في طب رياضه السيارات، وشيء جدا يسمونه باشن او يسمونه شغف في حب رياضه السيارات. دائما فريق الطبي خصوصا فريق الاستخراج المصابين من السيارات السباق عندنا دائما ريكورد ولله الحمد، كل سنه يكون عندنا جود ريكورد ولله الحمد. يعني عندنا مثلا اذا حاله لا سمح الله الطوارئ نقدر نطلع المصاب من داخل السياره الفورمولا 1 خلال 15 ثانيه تقريبا، يعني نعم. 15 ثانيه الى 20 ثانيه، وهي طبعا رقم جدا قياسي وعالمي، طبعا بيكون يعني بالتكنيك الصح اللي هو معترف من الاتحاد الدولي للسيارات. فولله الحمد دائما عندنا جود ريكورد، وان شاء الله كل سنه نسوي نفس الريكورد واحسن ان شاء الله باذن الله. نعم ان شاء الله. راح نواصل حديثنا لكن دام احنا نتكلم في الامور الطبيه، خلونا نشوف ما يمر فيه متسابق الفورمولا 1 خلال الموسم، حيث انه يمر بضغوط نفسيه وبدنيه تتطلب اداء تمارين تهيئه على اتمام كل السباقات خلال العام. لمعرفه المزيد نتابع معكم التقرير التالي. سائقين الفورمولا 1 يحتاجون إلى فترة من التكيف مع المتطلبات الذهنية والبدنية خلال الموسم، فهذه الرياضة تتطلب جهد كبير لا يمكن أن نقارنها مع أي نوع آخر من سباقات السيارات من حيث القدرة على التحمل النفسي والبدني. رياضة الفورمولا 1 فعلا تعتمد على المحركات أو على التقنية والتكنولوجيا، ولكن هذه التقنية أو هذه التكنولوجيا ما تستطيع أن هي تؤدي أداء عالي من غير تحكم بشري فيها، لذلك تي أهمية القدرات الذهنية لسائق هذه السيارة أو سائق سباقات الفورمولا 1. في البداية من أول وهلة قد يجهل الكثير عن أهمية اللياقة البدنية لهذا المتسابق،
للتأكيد هذا المتسابق يضع تحت ضغط نفسي وبدني عالي. يجب أن نؤكد أن المتسابق يستغرق تقريبا سباقة 90 دقيقة على الأقل، ويسوق السيارة في معدل لا يقل عن 320 كيلومتر في الساعة. إن متسابق الفورمولا 1 يمر بضغط نفسي كبير خلال الموسم، وذلك يعود على المشاركة بالعديد من السباقات والتي تصل إلى 20 سباقا في مختلف دول العالم، وهذا ما يؤثر على نفسية السائق نتيجة التنقل المستمر والمنافسة على حصد الجوائز. الرياضيين اللي يتنقلون في بين مسافات كبيرة، وخصوصا لما تكون المسافات فيها اختلافات في التوقيت، هذا يأثر على ما يسمى بساعتهم البيولوجية، يأثر على قدرتهم على التأقلم، سواء القدرة البدنية أو حتى القدرة الذهنية في التأقلم مع بيئات مختلفة، ظروف جوية مختلفة. لذلك مهم جدا أن الرياضي أو متسابق الفورمولا 1 وحتى الأجهزة المعاونة له يستطيعون أنهم يسوون ريست، يسوون إعادة تهيئة للقدرات الذهنية. للمحافظة على سرعتهم وتأديتهم، يجب أن يتمرن سائق الفورمولا 1 ما لا يقل عن ساعتين يوميا، وتتركز تلك التمارين على الجزء العلوي من الجسم وخصوصا الرقبة، كونها ستتحمل ضغطا هائلا يبلغ حوالي 25 كيلوغرام عند الانعطاف والكبح. ويحظى كل سائق بمدرب خاص يرشده إلى التدريبات التي يجب القيام بها، إذ يحرص على عدم زيادة حجم العضلات بشكل مفرط لأنها ستزيد من وزن السائق، الأمر الذي يرفع وزن السيارة ويبطئ سرعتها. المعد البدني مهم جدا، يا أما مدرب شخصي أو ما يعرف بأخصائي القوة العضلية والإعداد البدني. هذا الشخص راح يساعد اللاعب في قياسات بدنية كثيرة، وراح يتعرف على القوة اللي تأثر على المتسابق، ويحلل الحركة العضلية وعلى ضوءها يبرمج برامج علمية ممتازة إلى اللاعب بحيث لا يزيد وزنه، لأن وزن المتسابق المفروض يكون خفيف. يرتكز سباق الفورمولا 1 على عقل سليم قادر على أن يتحمل الضغوط النفسية والفكرية الهائلة الكامنة في أصعب رياضات السيارات على الإطلاق، فللتنافس مع الأفضل يجب أن يدفع بالحدود الذهنية إلى أقصاها، وأن تصل إلى سرعات ومستويات من الكمال، فالاهتمام الإعلامي يتركز على المتسابق بشكل لا مثيل له. لأنها رياضة تمتد إلى يعني مدة طويلة، مثلاً سباق البحرين يتكون من أعتقد 60 لفة أو 55 لفة، فيمتد السباق إلى مسافة ومدة طويلة، والمتسابق في هاي الوقت راح يتحمل ضغوط انفعالية وضغوط ذهنية عالية، فيحتاج المتسابق أساس يستطيع يتعامل مع متطلبات السباق إلى قوة ذهنية، قدرة على التركيز، قدرة على التواصل مع الأجهزة المساعدة له، وقدرة على التحليل، وقدرة على اتخاذ القرار. فهذه أبرز السمات الذهنية اللي يجب أن تكون متوفرة في متسابق الفورمولا 1. أمر آخر شديد الأهمية هو التركيز على التدريبات التي تقوي القلب، كالجري وقيادة الدراجة الهوائية وغيرها، والهدف من هذا بسيط، خفض عدد دقات القلب إلى أقل حد ممكن عند قيادة السيارة، ما يخفف من الإجهاد الذي يعتري السائق ويسمح له التركيز أكثر على عملية القيادة وارتكاب أخطاء أقل. فهذا الكم الكبير من التدريب يجعل سائق الفورمولا 1 في بعض الأحيان أكثر لياقة من لاعبي كرة القدم. داخل هاي الظروف يرتفع نبض المتسابق في الأقصى تقريبا يصل إلى 200 نبضة في الدقيقة، وقد يفقد في المتوسط بين 4 إلى 5 كيلو جرام من وزنه بسبب التعرق، بسبب الانفعال والحرارة اللي تنبعث واللباس اللي يلبسه لأنه ضد الحرارة. الضغط الذي يمر به المتسابق يصل لمستويات خيالية عندما يكون الصراع على بطولة العالم، وأمامه آخر سباق على الرزنامة لحسم النتيجة. هنا يصبح السباق تحدياً فكرياً وبدنياً يمتحن صلابة الشخصية والتفكير ومدى قدرة تحمل عضلاته لهذا الجهد المتواصل خلال الموسم.
عودة مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستديو رئيس الفريق الطبي بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 الدكتور أمجد عبيد. دكتور يمكن سمعنا في التقرير معلومات قيمة جدا، يمكن البعض اللي يتابع سباقات الفورمولا 1 بدون ما يتعمق فيها يظن أن الواحد يجلس وراء السيارة ويكون مرتاح فيها ويمشي السيارة ويخلص الريس، لكن المعلومات اللي سمعناها يمكن تكون صادمة للبعض. والله بالعكس التقرير جدا جميل ورائع، وأشكر الزملاء اللي أقاموا أعدوا التقرير هاي. طبعا إضافة بسيطة لأ، أنا تخيل أنت متسابق يكون في الكوكبيت اللي هو عبارة عن صندوق اللي هو القمرة القيادة، لابس اللي هو يسمونه الفاير بروف، عبارة عن لابس لباس ماله اللي هو الأوفرول ماله، عبارة عن يسمونه هاي فاير بروف، إنه يحمي لا سمح الله صار في حريق إنه ما يصير الحريق مدة تقريبا دقيقة كاملة، هاي يسمونه ثري لايرز، فما فيها أي حتى أي نوع من التنفس فيه، يعني ما طلع هواء. فالمتسابق مع الحرارة الشديدة طبعا مع احتكاك السيارة، سيارة الفورمولا 1 جدا نازلة بتكون مع احتكاكها بالمضمار السباق مع الجو الحار، يفقد المتسابق كمية كبيرة من التعرق السوائل، يعني تقريبا يوصل إلى 7 لتر أو 8 لتر، وبالتالي دائما المتسابق دائما عنده ماء، يشرب ماء دائما. دائما يعودون يشرب ماء. مثل ما تفضل بعد في الطريق قالوا دائما يكون سرعات ضربات القلب تكون سريعة، لأن يعني القلب دائما متعود مع الاسترس دائما الأدرينالين. تخيل واحد ماشي بسيارة على سرعة 300 كيلو يبي يشوف العلم الصفراء اليالو فلاج او الريد فلاج او البلو فلاج او التشيكر فلاج مثلا. نعم. عندنا طبعا دائما المارشلز او تنظيم السباق فيه يعتمد على الالوان، صح، وكل علامه معنا في عندك حادث والله لازم انت تخفف السرعه، لازم والله تعطي فرصه حق اللي وراك، والله سياره الامان سيارتك تطلع برا في سيفتي كار، ريد فلاج وقفنا السباق، فلازم يكون عنده اللي نقدر يبحث انه والله هاي علم اصفر ولا شيء ثاني برا في ديستركشن. فكثير في يعني نوع من الاتنشن جدا مهم. طبعا ليش انا مهم بالنسبه لي انا كرئيس فريق طبي؟ ان انا مهم عندي انا لو ياري المتسابق لا سمح الله صار له حادث، شفت ضغطه متسارع جدا او شفت ان ضربات القلب جدا متسارعه بتكون طبيعيه عقب السباق مباشره، لانها الجسم نوع من التاقلم، بيكون عنده فعلا ضربات قلبه سريعه، لكن هو كنورمال طبيعي ضربات القلب لان انسان رياضي جدا وجدا جسمه بيكون لائق بدنيا، بيكون ضربات القلب أقل حتى من المستوى الطبيعي. طبعا مثلا نقول 50 بيكون حتى 50 60 إلى 70 إيه هو النورمال 60 أو 60 أقل من 60 أو 50 بيكون جدا بيكون إنسان طبيعي، لأنه هو جسمه متعود على الأدرينالين أو اللياقة أو الجهاد البدني الشديد. فجدا تقرير جدا مهم، لأن إحنا طبعا متوقع أن يكون إذا ما تسابق يصير مع إعياء، يصير مع فقر للسوائل، يصير مع هبوط في ضغط الدم إذا لا سمح الله صار مع أي حادث بليغ. طبعا جدا مهم عندنا، وهي طبعا صارت معنا في إحدى متسابقين الفورمولا 1 في البحرين قبل طبعا سنتين، كان عنده صار حادث قبل في السباق اللي قبل البحرين، حادث بسيط وكان معه أحد الكسور في الأضلاع، أنا بتكلم عن أحد المتسابقين ما بقول اسمه، كان عنده كسر بسيط، فعشان يراجع السباق مرة ثانية لازم يكون يعني رخصة كرئيس الفريق الطبي زائد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، نقول والله هاي المريض يقدر يروح تصاب مزاوله السباق. نعم اي مره ثانيه طبعا شفنا في عندك كسر بسيط، هاي نخاف انه يصير مع الاجهاد هو طبيعي يمشي ويروح يسوق ما في وسافر ما في اشكاليه، لكن لانه يكون عنده ستريس كثير ووايد بيكون اندر بريشر، فتقول والله سابق مره ثانيه احتمال الكسر يكون بسيط يصير مع مضاعف وتاثر على ادائه، قد يكون يمثل خطوره على نفسه وعلى نفسه يمكن على الرئه او شيء، وبالتالي بناء على ان انا إيش كثر يكون فيه ستريس عنده، مش كثر يكون فيه إجهاد ذهني وبدني أثناء السباق منعناه، لأن والله سباق بحين أنت ما بتسابق بتروح حق سباق العقبان، هاي for your safety safety of others. فبناء على نفس ما الجماعة تفضلوا قالوا مو بس إنه والله مريض ومتسابق وصار معه حادث وعلى جناء، لا بالعكس إحنا نعالج المتسابقين ونحاول نحن قدر الإمكان يكون سباقهم يكون آمن وسيف نفسيا أو جسديا حقهم حق المسابقين. نعم. الثانيين بعد. ودكتور فور انتهاء سباق الفورمولا 1 هل يكون هناك فحص دوري للسائقين للتأكد من أن كل شيء طبيعي عند السائق من حيث الضغط ودقات القلب وكل هذه الأمور؟ طبعا الحين في شيء جديد سويناه احنا الحين، أنا طبعا أنا عضو في لجنة الطبية الدائمة للاتحاد الدولي للسيارات ومثل الاتحاد البحريني، واحنا تقريبا انا من اول عربي يدش في اللجنه الطبيه من 2009 انا ما شاء الله. الحين الاتحاد الدولي للسيارات صار في شيء جديد عندنا، سوينا جلوفز اول مره الجماعه يعرفون المشاهدين، بس طبعا سبور انترستينج، كل سائق راح يكون عنده لابس قفاز عادي اللي يمسك فيه السياره صح يسوق، بس ما في سنسر، هاي بالضبط سنسر يقيس ضربات القلب، يقيس مستوى ضغط الجسم،
حتى بعد يقيس في نسبة الأكسجين في الجسم. جميل. لا سمح الله. طبعاً هاي المونيتر عنده ما يكون أنا عندي كرئيس الفريق طبي ولا حتى يكون عند الاتحاد الدولي، يكون عند الفريق اللي معه، عنده دكتور أو عنده فريق طبي معاه هو المرسابق. طب كل إلكترونيك صار معه، شافوا إنه في أي إحدى العلامات الحيوية صارت أقل من المعدل الطبيعي أو المقبول حقه يعطونا أليرت أفلان. صح. You have to get out of this. أو لا سمح الله صار له حادث immediately، صار معه حادث يعني صار معه ضرب في الحاجز، على طول التيم اللي عنده يعطيني أكسس أنا في غرفة تحكم السباق، أنا ورئيس الفريق الطبي، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات اللي هو مثل الاتحاد الدولي للسيارات اللجنة الطبية، يكون معي، يكون عندنا أكسس حق الداتا على طول immediately، وشوف قبل حتى ما وصل الدكتور عندي على التراك أكون عندي وصل لي بالضبط إيش علامة الحادث موجودة، لأن لابس قفاز. هاي طبعا إحنا بدينا في الاتحاد الدولي للسيارات ك يعني نعطيها اوبشن حق المتسابقين، باذن الله على السنه القادمه راح يكون شيء مانداتوري، يكون شيء الزامي حق جميع المتسابقين لابس يسمونه اللي هو الجلوفز اللي يكون بايومتريك جلوفز، لابس القفاز العادي، وطبعا ما اثر على حركه يده ما في اي شيء، بس في سنسور جدا بسيط مثل الفضاء يعطيكم تقرير لايف مثل اذا لا سمح الله صار في شيء احنا يكون عندنا اكسس، بس يعني ما نكون على طول عندنا اكسس، متى لا سمح الله صار في اي حادث على طول عندنا الصلاحيه في غرفه المراقبه الريسك كنترول، انا مع الاف اي اي ممثل الاتحاد الدولي يكون ضبط نشوف ايش بالضبط صار مع المتسابق. بس دكتور نفترض مثلا ان احد السائقين خلينا نقول متصدر السباق قبل 5 أو 10 لفات من النهايه، نعم. الفريق طالع انه في مشكله طبيه، فضل انه ما يسترعي لانه ما باقي شيء على الرئيس 10 إذا, اذا اذا في هالحاله من يتحمل المسؤوليه، الفريق او الفريق الطبي؟ لا اذا شوف احنا شوف اذا المتسابق كان ما عنده كامل قدرة على التعامل مع السباق ما حيقول اطلع من السباق انت. صحيح. متصدر اكيد طبعا هذول بيكونوا فت يعني بعرف هذا متسابق يعني يسوى يعني عنده حق الفريق يمثل لهم ثروه كبيره، فمنا ما بضحوا في فريق في متسابق كلهم عشان سباق واحد، هاي الشامبيون ما بتفرق مع سباق ياخذ مركز اول ولا ثاني ولا ثالث، لكن عاده المتسابقين يكونوا هم فيري فت الا لا سمح الله صار معه حادث قد الواحد يخاف عليه. احنا ليش نخاف عليه صار في حادث؟ انه يصير معه مضاعفات او يصير معي اثر خطوره على غيره، لكن انا والله انسحب من السباق ما عندنا الصراحه، هذا يكون عن طريق الفريق نفسه بين نعم. بعضهم يعني نعم. دكتور يمكن من حديثك عن اعداد اللاعبين والصعوبات اللي يمرون فيها خلال السباق يعني يمكن ذكرت لي ان دقات القلب ممكن توصل الى 200 دقه في الدقيقه، يعني اقل من 100 و150 نقول في الماكسيمم يعني إيه نعم. بس تكون إيه نعم. فوق الكارديو زون يعني اكيد بتكون فوق الطبيعي لان نعم. هاي لان اجهاد عضلي، لذلك يعني خلينا نقول اعداد سائق الفورمولا يحتاج الى مجهود كبير خصوصا لتعامله بدنيا، خصوصا ايضا يمكن في نقطات في بالي وانت تقول ان الساق يمشي بسرعه 300 كيلومتر في الساعه ويضرب بريك مره واحده طبعا، فيحتاج تمارين للظهر للرقبه خلينا نقول، بيكون طبعا المتسابق بمر مرحله تدريبات يعني بتكون عنيفه واكسنسيف. كنا رائد يعني انا حضرت مؤتمر، كنت انا متحدث في احدى المؤتمرات في امريكا حق طب رياضه السيارات، وكانوا متحدثين معانا متحدثين جايبينهم خبراء في ناسا جاء معانا يقول كيف احنا نعد الاسترونوتس اللي هم رواد الفضاء علشان يكون different stress level حق رواد الفضاء، يقول فعلا كان يعطينا من احد المحاضرين واحد يشتغل حق ناسا، يقول لنا فعلا احنا we prepare the driver يكون عنده جسمه يكون مهيئ للياقه بدنيه عاليه جدا عشان يتحمل الستريس، لانه كان ورا المقامره الغير ماشي السياره على سرعه 300 وهو في النهايه فقد الوعي ولا صار معه ما عنده كنترول يعني بيذبح المتسابقين المنظمين المارشلز الجمهور بيكون في خطوره عليه فذول طبعا دائما يكون عندهم تريننج اكستنسيف جدا بيكون يعني شديد وبيكون تدريبات مستمره عشان يتاكدوا. واحد بتسلم سائق سياره بسعر كم مليون وتقول والله تعبانه والله مو فيت ولا عنده دبه ولا عنده ما يصير. نعم دكتور كان قبل التقرير كنا نتكلم عن تعاملكم المميز مع الحوادث اللي تحصل في السباق اذا كان في حوادث طبعا احنا نتمنى انه يكون ما في سباق خالي من الحوادث بالتاكيد، لكن العام كان عندنا حاله نادره في عالم الفورمولا عندما دهس السائق الفنلندي كيمي رايكونن سائق فريق فيراري قدم زميله الفني في الفريق، فاعتقد هذه الحاله كانت غريبه وكانت تحدي من نوع مختلف بالنسبه لكم في الفريق الطبي. طبعا هو يعني للاسف صار الحادث لكن ولله الحمد يعني طبعا بذوي الميكانيك موجود في البحرين ووصل البحرين وبالعكس حتى حط في عنده في الويب سايت او في التويتر انه I'm back to بحرين وthanks to بحرين موتور فيدريشن وشكر المدير العام حق اتحاد بحرين سيارات سعد عبد العزيز الدوادي وشكر الجراح اللي عمل العمليه في البحرين. اللي صار في الحادث هاي انه
يعني طبعا يكون خطا يعني في مستيك. انا ما بتكلم صحيح. عن اشياء بشكل فني نعم. انا اتكلم كشيء طبي. طبعا هو لما طلعت السياره رجل المصاب صار تحت التاير مال السياره، طبعا تاير الفورمولا 1 فصار عنده كسر مضاعف. فالفيديو اللي موجود انتشر كل مكان في اليوتيوب، انا شفت الفيديو عديته تقريبا من واحد لغايه خمس ثواني الى مو اكثر من سبع ثواني اتكلم. الطبيب الموجود مكانه على طول يا والميكانيك تلقى العنايه الطبيه اون سبوت. يعني انا كنت معاه اقول له دكتور، قال انا عندي المريض ايش صار، ما قلت له المريض اهم شيء احنا بدنا نتاكد من المريض واعي ولا مو واعي، صاحي مو صاحي، هل عنده مشكله بالتنفس ولا بس كسر، هل فعلا الاصابه جدا بليغه معاه ولا لا. يعني المريض بيعيش اذا عنده كسر مو مشكله، لكن هل في خطوره عليه صحيح. هل في لا سمح الله اصابه تكون بليغه ولا اصابه متوسطه الى بسيطه الى متوسطه. فولله الحمد احنا كفريق طب استجبنا الى خلال 7 ثواني. اقول لك الفيديو جميل. موجود يعني انا ما اقول انا والله احنا ترى احسن ناس، لا ولله الحمد يعني موجود باليوتيوب. لا بالعكس بشهاده الاتحاد الدولي انتم من افضل الناس في العالم. فكم تم استجابه له بسرعه جدا ممتازه، تم نقل المصاب من مكان الجراج على طول ودنا المركز الطبي، قيمنا حالته، عملنا له فحوصات كامله، تم تثبيت المصاب ودنا بسيارة اسعاف للمستشفى. طبعا كان المستشفى العسكري هم اللي استقبلوا المصاب الحاله، وطبعا دخل العمليات خلال ساعه او ساعتين. احنا ما طلعنا من عندك كاتحاد البحرين للسيارات، ما طلعنا من المستشفى اللي تاكدنا ان اموره طيبه، ان العمليه كانت ممتازه. ورحنا ثاني يوم بعد مع الاتحاد الدولي للسيارات انا ومع الممثلين اللجنه الطبيه في البحرين، رحنا زرناه رسميا وشفناه، ولا الحمد كان يعني المريض ولا الحمد اصابته كانت متوسطه وتم اخذ العلاج. وطبعا دائما يقول البحرين دائما اذكرها يعني هاز جوت سبيشال ثينج ان ماي هارت، صارت له مثل ما نقول محطه متغايره. طبعا حادث يعني حادث مؤسف، ما نبي لا سمح الله حد يعني يتاذى او انه ينصاب في البحرين بالكلي، يكون سباق امن الجميع. لكن اذا لا قدر الله لا سمح الله صار في اي شيء حادث عارض، احنا باذن الله نكون مستعدين وحاضرين من جميع، سواء من فريق طبي، من مارشلز ومنظمين للسباق، الجميع احنا كنا فريق واحد هو البحرين تيم. نعم. في سباق البحرين اكيد. دكتور في النهايه النصيحه توجهها لمرتادي سباق جائزات البحرين الكبرى للفورمولا 1 في الايام المقبله. طبعا هاي نصيحه نكررها كل سنه، ان احنا عندنا السنه طبعا في 4 ايام، يكون يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد، فعاليات كثيره موجوده. مرتادي متوقع يكون اكثر 100,000 متفرج صحيح. يعني خلال هو الاربعه ايام واكثر، في راح يكون اشياء جدا ترفيهيه. النصيحه ان اول شيء طبعا نحاول ان احنا نلبس اللبس المناسب بالليل، شوية ترى يصير شوية برودة، ترى يعني معك جاكيت، كثر من السوائل. في حالة لا سمح الله إذا أنت مثلا مريض أو عندك أي مرض ثاني، خلي معك ورقة بالضبط شنو أدويتك، إذا أنت عندك مريض قلب أو مريض ضغط أو عندك سكر، خلي معك ورقة صغيرة، والله أنا عندي مريض سكر، إذا صار لا سمح الله دائما حط شيء معك أو حط أدويتك معك بمخباك، إن لا سمح الله أقل في عرفنا شنو صار فيك لو لا سمح الله احتجت أي عناية طبية. عندنا مثل ما كان الجماعه الزملاء قالوا احنا عندنا عائلات متفرقه حول اماكن تواجد الجماهير، في كل منصه جماهير في عندنا عياده موجوده، في عندنا ناس فريق مشاة موجود في منطقه الفعاليات هو صوب المين جراند ستاند، عندنا عيالات متوفره. فاذا لا سمح الله شفت نفسك انت كمرتاد تعبت او عندك اي عارض صحي لا سمح الله لا قدر الله، تقدر تسال وين الفريق الطبي، انا عبي ميديكال، وراح يكون المنظمين كلهم عارفين وين اماكن تواجدنا صحيح. واحنا بكون راح نكون ان شاء الله متواجدين حول اي مكان فيه جماهير موجودين. يعني اكثر من السوائل، حاول تاكل كفايه، حاول تنام يعني كفايه بعد اذا بتيجي تحضر سباق كل يوم، ترجع البيت تنام مرتاح مره ثانيه كل يوم. فعاليات كثيره موجوده ان شاء الله تستانسون ان شاء الله، ويكون سباق ان شاء الله جميل وامن للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا دكتور انت اكيد طبيب مختص بالجانب الطبي، لكن خلنا اسالك بشكل سريع عن نظرتك الفنيه للسباق، لان صارت عندك خبره كبيره في سباقات الافوان. تتوقع المنافس المعتاده هاملتون بوتس او هاملتون قصدي فيتيل؟ طبعا دائما هاملتون هو دائما المنافس المتصدر ما شاء الله، وطبعا يعني احنا ما نقدر نقول احنا ما نقول نشجع مسابق معين، احنا نشجع الفريق الافضل طبعا. صح دائما. لكن توقعاتك من بيخطف جائزه البحرين الكبرى؟ والله احنا عندنا امل، ليش ما يكون شيء مفاجئ، يعني ليش ما نكون دائما ان شاء الله يطلع شيء دائما البحرين دائما is always a surprise. مفاجآت نعمل يكون في مفاجأة يعني. واحنا طبعا احنا نشجع فريق المكلارن whoever it is، يعني دائما المكلارن هو دائما نشجع احنا ان شاء الله. يعني متوقع نكون طبعا دائما يكون متوقع ان ثاني سباق في السيزن يكون، الاول سباق كان في استراليا قبل اسبوعين،
اكيد شافوا خبره معينه يبون يعدونها في البحرين، والبحرين از اولويز دائما المكان المناسب والانسب انه يعدوا سياراتهم عشان يكون يجيبوا نتائج احسن، لان الحلبه جدا ما شاء الله ولله الحمد يعني من افضل الحلبات، وحتى حتى الفرق المسابقه تكون تاخذ يعني تكون مور سيف في البحرين، فنأمل يكون نتيجه مفاجاه، بالعكس هيعطي للسباق شيء اجمل، ما نبي نكون نفس المسابق كل مكان هو اللي يفوز، نبي يكون مفاجاه ان شاء الله. نعم ان شاء الله، ونتمنى بالتاكيد سباق ممتع وسباق امن للجميع. دكتور امجد عبير رئيس الفريق الطبي بسباق جائزه البحرين الكبرى الفورمولا 1، شكرا على تواجدك معنا. شكرا جزيلا لاستضافتكم، مشكورين. شكرا لك. ومن الفورمولا ننتقل الى عالم الكره الصفراء وبطوله معالي وزير الداخليه التاسعه للتنس والتي اختتمت وسط نجاح تنظيمي كبير، تفاصيل اكثر في هذا التقرير. الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية شهد المباراة النهائية في بطولة وزير الداخلية للتنس 2019، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد أيمن المؤيد وزير الشباب والرياضة، وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وأكد معالي وزير الداخلية حرص الوزارة على المساهمة في مختلف الفعاليات الرياضية دعماً للمكتسبات الرياضية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيداً في الوقت ذاته بتبني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة العديد من المبادرات في المجالين الشبابي والرياضي، والتي شكلت قفزات نوعية في مسيرة الرياضة البحرينية. وقد جمعت المباراة النهائية للبطولة اللاعبين التونسي اسكندر منصوري والسويسري آدم منذر، حيث فاز الأول بشوطين مقابل لا شيء بنتيجة 7-5 و7-6 ليحرز اللاعب التونسي كأس البطولة. وتفضل معالي وزير الداخلية وسمو رئيس الاتحاد البحريني للتنس بتتويج الفائزين بالكؤوس والهدايا التذكارية، وأشاد معالي الوزير بالأداء الفني الرفيع الذي شهدته البطولة والروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني للتنس على تعاونه الفعال وللاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام على الجهود المتكاملة التي قاما بها وساهمت في حسن التنظيم وإنجاح البطولة التي شارك فيها 16 لاعبا يمثلون 12 دولة ومصنفين على جدول الترتيب العالمي. والله تبارك يعني يعطي صح الادم لعب مستوى عالي على الاخر من اول الطرح لاخر المباراه. انا عملت البريك في اول المباراه، كنت فاكر بقعد بالبريك هذاك بريك ثاني مره اخرى، ما كنتش قادر يعني نسيفي البريك نتاعي، وكل مره كان يعاود. كانت مباراه صعبه كثيرة، ما الحمد لله فزت. كما قلنا كل مباراه صعبه، وهذه كانت صعبه. والله التنظيم كان تنظيم هايل على الاخر، كما نشوفوا كما قلت بك الملاعب نلعبوا على الملعب الرئيسي هنا، ملعب كبير فيه ناس تتفرج، هذا يعني فرصه كبيره و يعني تسلل فان باش نلعبوا في بطوله كما بطوله كي، وان شاء الله ان شاء الله نجي العام الجاي. طبعا في البدايه احب اشكر سعاده وزير الداخليه على يعني اهتمامه الكبير في كره التنس وحبه، وما شاء الله يعني حضوره القوي جدا، يعني دائما دائما في جميع البطولات تحصله حاضر من بدايه المباراه ويستمتع بكل نقطه. ونفس الشيء اشكر اتحاد الشرطه على استمراريتهم في التنظيم، ونتطلع لتنظيم بطولات اكبر ان شاء الله في المستقبل القريب. بالنسبه للمباراه طبعا شفتها مباراه كانت صعبه. الحديث بشكل أكبر عن ختام بطولة وزير الداخلية للتنس 2019، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف النقيب محمد مصطفى السيد مشرف البطولة. يا هلا ومرحبا فيك نقيب محمد. يا هلا أخوي، يا هلا بيك ومساك الله بالخير.
مساك الله بالنور. طبعا نغيب محمد نتكلم شلون كانت البطولة بشكل عام وشلون كان الإقبال عليها من حيث المشاركين ومن حيث الجماهير المتواجدة. لله الحمد بعد ما كان أسبوع يعني مليء بالمفاجآت من بداية الأسبوع. يعني لله الحمد كان عندنا بعض اللاعبين اللي صارتهم إصابات في الأسبوع اللي قبل في نهائي البحرين، بس الحمد لله يوم لنا لاعبين غير وشاركونا والحمد لله يعني طلعنا بصورة جيدة ممتازة مثل ما تقول في الأسبوع. مثل ما تعرفين أن وزارة الداخلية سباقة في استضافة البطولات المحلية والعربية والدولية خصوصا في لعبة التنس، فدعم سيدي معالي الوزير الداخلية لا محدود هو كان الأساس لنجاح مثل هذه البطولة، ومتابعته على طول ووجوده اليوم في النهاية كان شيء يعني حتى اللاعبين كانوا مستانسين أنه وجود سيد معالي الوزير. وبطولة يعني بطولة وزير الداخلية هي نسختها التاسعة سجلها تمييز، لأن هاي البطولة أول ما ابتدت كانت دبل وهي الوقت انقلبت صارت سنجل عقب نسختها الخامسة. وفي هاي العام شاركوا معنا 16 لاعب اللي هم يمثلون 12 دولة، ومن بينهم كان اللاعب اللي هو فيدرو ريبر الأسباني، وهاي اللاعب كان يعني قبل 4 سنين عنده رانكينج 65 على العالم. فمن الأشياء السبرايز إن اللاعب طلع أمس في السيمي فاينل وهو طلع اللاعب آدم سويس، وكان عندنا بعد لاعبين آخرين مصنفين، واللاعب اللي هو منصور اسكندر منصوري كان رانكينج 11 في الاي تي اف. فلله الحمد يعني جينا شلون البطولة تطورت من كانت دبل اللي كانت محلية كانت بعض اللاعبين الخليجيين، وحسنا الحمد لله كانوا معنا اللاعبين دوليين. جميل. طبعا نغم محمد شلون كانت المباراة النهائية؟ المباراة النهائية كانت صراحة يعني شيفة، كانت very tight، كانت بين اللاعبين كانوا اثنينهم عندهم يملكون إرسال قوي، كان يعني فيها وايد قوة، وتغلب اللاعب التونسي اللي هو اسكندر على اللاعب آدم بشوطين اللي هو النتيجة كانت 7-6 7-5. جميل. طبعا نقيب محمد مصطفى السيد مشرف بطولة وزير الداخلية للتنس 2019، شكرا على تواجدك معنا. الله يسلمك، مشكورين اخواني تلفزيون البحرين ما قصرت طول الاسبوع، كان عندنا رسالة من عندكم والتغطية ومشكورين ما قصرت. هذا واجبنا طبعا، شكرا لك. نرجع مرة ثانية لسباقات السرعة واهم القوانين والانظمة الخاصة بسباقات الفورمولا 1، ومن اجل متابعة شيقة وفهم كامل لمجريات السباق نتابع هذا التقرير. فورمولا 1 هو على صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة. يتألف موسم الفورمولا 1 من سلسلة من السباقات تعرف بالجوائز الكبرى، وتؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق، ونادرا ما يؤدى السباق في الطرق العادية خارج المضمار. تجمع نتائج كل سباق من سباقات الجوائز الكبرى في الموسم، ومن ثم تتحدد سنويا جائزتان، واحدة للسائقين والأخرى لمصنعي السيارات. يجب أن تتوافق السيارات المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا 1 مع قوانين ولوائح مشددة، ومن ذلك أنه يجب أن لا يقل الارتفاع الكلي للسيارة عن 95 سنتيمتر والعرض عن 180 سنتيمتر، وأن لا يقل وزن السيارة عن 600 كيلوغرام بما في ذلك السائق، وأن يكون بالسيارة مقعد واحد للسائق، ولا يسمح أبداً بتركيب سقف للسيارة. وحرصاً على سلامة السائقين فإنه يشترط دوماً أن يكون مكان السائق عريضاً بما فيه الكفاية، بحيث يسمح للسائق بمغادرة مقعده عند الطوارئ خلال فترة لا تتجاوز 5 ثواني. ومن القوانين الخاصة بالمحركات فإنه لا يسمح أبداً باستخدام محركات توربو أو تلك التي تعمل بشاحن من أي نوع كان، ولا يسمح أيضاً بتركيب ناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل، ويشترط أن تعمل السيارة بالدفع الخلفي فقط. كما تحدد الأنظمة مقاس الأدوات المساعدة على الانسيابية مثل الأجنحة الأمامية والخلفية، وتحدد أماكنها وأحجامها أيضاً، بالإضافة إلى أن هناك عدة لوائح تختص بالسلامة، ولا يسمح لأي سيارة بدخول السباق ما لم توفي بكل الشروط.
يبلغ الحد الأقصى لعدد الفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1 13 فريقا، ولكل فريق سيارتان، أي مجموع السيارات المشاركة 26 فقط، ويقوم بخدمة كل فريق من هذه الفرق طاقم يتألف من 300 إلى 600 شخص، منهم حوالي 60 يعملون في حلبة السباق، كما أن منظمي السباق والممولين والصحفيين وكل من لهم صلة بالسباق يتواجدون في كل جولة من جولات الجائزة الكبرى، وهو ما يرفع عدد الأشخاص المتواجدين في حلبة السباق إلى نحو 2000 شخص، بالإضافة إلى نحو 100,000 مشاهد. وصلنا معكم مشاهدينا لمتابعة جديد مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة أونلاين، ومقدمها الزميل عمار عبد السميع. يا هلا مرحبا فيك عمار. يا هلا فيك زميلي، شلونك وشخبارك؟ وحشنا بعد. يعني أنا بعد ثيم الفورمولا اليوم طالع معنا. خلاص أنا الحين مثل ما تعرف يعني البحرين تعيش أجواء خاصة اليوم، خصوصا الفورمولا. مو أي بلد في العالم ينظم الفورمولا، ومو أي أحد يقدر ينظم سباق عالمي مثل الفورمولا 1. وأعتقد البحرين من عام 2004 أثبتت جودتها في سباق الفورمولا 1، واليوم 2019 سنين طويلة جدا وما زالت على العهد والوعد بتقديم أفضل سباقات العالم. نبدأ اليوم في أونلاين. نبدأ فقرة أونلاين. يلا نبدأ في أونلاين. عاد من الحين من الفورمولا لتأهل منتخبنا. تأهل إنجاز كبير طبعا. طبعا كانت تغريدة من الشيخ خالد، مثل ما نعرف أمس تأهل منتخبنا لكأس آسيا بتأهل مستحق وعن جدارة، وكانت التغريدة فيها نوعا ما من بعض الرسائل، لكن احنا اليوم نستعرضها. مبروك التأهل الأول في تاريخ البحرين لكأس آسيا تحت 23 سنة بعد سنتين من العمل المستمر للجهاز الفني والإداري واللاعبين، تحمل الكثير من أجل الوطن البحرين رسميا في كأس آسيا 2020. 9 نقاط ولا عزاء للحاقدين المتسلقين. طبعا هي تغريدة غريبة نوعا ما خصوصا في وقتها، لكن خلنا نروح شوي عن التغريدة. المنتخب استحق التأهل، المنتخب قدر أن يسجل 12 هدف في 3 مباريات، المنتخب على الرغم من المباراة الصعبة الأولى إلا أنه قدر أنه يطلع منتصر، وأعتقد أن الفوز الأخير على المنتخب الفلسطيني يوم أمس كان فوز مستحق. ومثل ما تعرف الجيل اللي قاعد ينطر البحرين بشكل عام جيل مهم، وأنا أمس كنت أتكلم مع الحردان وقال لي وعد أن هذا الجيل راح يكون أفضل جيل في تاريخ البحرين، وهي وعد راح نعرضه إن شاء الله في برنامج في التسعين إن شاء الله. طبعاً بالتأكيد إحنا خلنا في البورتال اللي فوق من التغريدة، تأهل كان تاريخي، تأهل مستحق، تأهل جميل، والأجمل من التأهل لما تشوف الجيل هذا المميز شلون يلعب وشلون يبشر بالخير في الكرة البحرينية. أعتقد إن شاء الله هذا الجيل ينتظر الكثير، هذا أول المشوار. محمد، استخدام الاتحاد البحريني للمدرب الكابتن سمير بن شمام أعتقد كان اختيار موفق. صحيح. المدرب اللي عاش تجارب طويلة مع الأندية في البحرين ويعرف المواهب، وأنا كنت معه في أثناء مباراة المنامة يوم كان مدرب المنامة، قال لي مملكة البحرين تمتلك أفضل مواهب شابة بس تحتاج من أن يطلعها، وأمس كان فعليا على العهد مثل ما نقدر نقول سمير مسك الشباب ووصل لأول مرة في تاريخ مملكة البحرين. نعم، بعد اللقاء على الجهاز الفني ومثل ما نقول فترة طويلة يعطي فرصة الجهاز الفني للعمل ولتجهيز هذا الفريق والاستقرار، هاي اللي احنا نتكلم عنه دائما، الاستقرار لنكهة مختلفة. خلنا نشوف البوست اللي بعده. الأسطورة قائرة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مانويل نوير اليوم يكمل عام 33، حقق كأس العالم 2014 والدوري الألماني 6 مرات، والسوبر الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. بس أعتقد ألماني ختم الكورة خلاص. أعتقد اللي حقق أول لقب ما يهم خلاص، ما يهم الباقي. صح بالضبط، هاي اللي قاعد يصير في ميسي الوقت الحالي، يعني هاي المقارنة اللي قاعدة تصير ما بين ميسي ومارادونا محمد. فأعتقد نوير ختم الكورة مثل ما تقدر تكون، والحارس يقدر يعطيك لأربعين سنة. نعم. يعني 7 سنوات أعتقد جداً مايكل بوفون لـ 43 أو 42 لحين. أوليفر نعم. كان بعد لـ 37-38 أسطورة بايرن ميونخ. نشوف البوست اللي بعده. اليوم أعلن بايرن ميونخ، خلينا في بايرن ميونخ، عن انتقال اللاعب لوكاس هيرنانديز
ب 68 مليون باوند، ويعتبر ثاني أغلى صفقة مدافع في التاريخ من أتلتيكو مدريد. طبعا اليوم قاعدين نشوف أغلى خمس صفقات في التاريخ، كانت فان دايك لليفربول، لوكاس هرنانديز اللي أعلنت اليوم 68 مليون باوند، إيميريك لابورت لاعب مانشستر سيتي، وميندي لاعب مانشستر سيتي، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي. فان دايك الأول يستاهل، من الأفضل؟ يستاهل، أدفع فيه 75 مليون، يستاهل 75، يستاهل 100 صراحة. يعني تواجده مسوي شيء كبير في ليفربول وعامل فارق طبعا هذا الموسم مع الفريق، لأن من زمان ما شفنا محمد المدافعين اللي من نوعية فان دايك. صح، المدافع اللي على أيام أجر كاريجر بويل كارلوس بويل كانت أسماء تمتلك البنية الجسدية اللي تبين إنه فعليا هاي مدافع. صح، فأعتقد فان دايك قدر إنه يستحق، ويملك القتالية ويملك القيادة ويملك حتى إنه فعليا ممكن انه يكون اللاعب المميز في الضربات الرأسية، واعتقد فان دايك قدر في اخر خمس مباريات انه سجل 3 أهداف لليفربول، مهمة ومهمة جدا. نعم، خلينا نشوف اللي بعده، العمر مجرد رقم، فابيو كوالار كواليريلا، ترى هاي اللاعب انا اعاني من اسمه 36 بس، فابيو ما علينا من الباقي، 36 سنة و 54 يوم، اصبح اللاعب الاكبر في تاريخ منتخب ايطاليا يسجل. طبعا اللاعب اللي أنا أعتقد أنه مظلوم نوعاً ما مثل ما كان دي ناتالي مع أودينيزي، لاعبين في الدوري الإيطالي شوي يقدمون صورة اللاعب الكبير، لكن في النهاية ما تشوف الإعلام يسلط عليهم، ما تشوف مثل ما نقول يعني دي ناتالي عاش في أودينيزي سنوات طويلة وكان على رأس الهدافين هو ما بعد 30، لكن من يتذكر دي ناتالي؟ هاي اللي قاعدين نتكلم عنه، فابيو كانافارو بعد واندريا بيرلو، مثل ما نقول منتخب الشياب مثل ما يقولون الإيطالي. الإيطاليين معروفين دائما كل ما يتقدمون بالسن كل ما يتقدمون بالمستوى، عندهم عادلة غريبة. صحيح، اللاعب عندهم ما يظهر إلا بعد 28 سنة 30 سنة، هني يكون عز مستوى ويظهر في هذه السنوات فعليا ويبين بشكل مميز. نعم، بس كواليريلا يمكن يختلف عن دي ناتالي بأن دي ناتالي قضى مسيرته كلها في أودينيزي، وهذا الشيء اللي هو حرمه من الظهور وما عطى المستوى الإعلامي اللي يستحقه أو الصخب اللي هو يستحقه. المشكلة محمد ما كان في أندية تنافس اليوم في السوق على دي ناتالي، هاي اللي أنا قاعد أتكلم عنه. اليوم إذا أنت قاعد تلعب في نادي صغير ما حد يدري عنك، بس لما تكون يعني خلنا نتكلم في برشلونة، تذكر تيو، كانت في أسماء غريبة في برشلونة لكن ذهبت بأموال كبيرة بس لمسمى النادي. لكن اليوم 36 بس سنة. كواليريلا على فكرة لعب في يوفنتوس، حقق معه إنجازات، ولعب لميلان، ولعب لأغلب الأندية الإيطالية، لذلك يعني يمكن تنقل المستمر كان من نادي لنادي كان مختلف عن دي ناتالي. أعتقد خلنا نشوف البوست اللي بعده، لأسطورة من أساطير، خلينا نقول يعني اللاعب اللي مثل ما قلت المدافعين الكبار، مسيرة ناصعة لصخرة الدفاع، مشاركات في كأس العالم في البرازيل وساوث أفريكا وروسيا، بطل كوبا أمريكا 2011، والآن أصبح أكثر من يخوض مباريات دولية مع منتخب أوروغواي، دييغو غودين صاحب الرقم القياسي ب 126 مباراة للسيليستي. حلقتنا اليوم كلها عن المدافعين، اعتقد اليوم مدافعين هم اللي ماخذين الجو، لكن غودين مثل ما قلت مع اتلتيكو مدريد يمكن ما حد قاعد يعطي غودين بعد حقه، لكن اليوم تفوق على لاعبين مثل كافاني ومثل سواريز وراح يروح بعيد. اعتقد صح غودين المدافع وحارس المرمى هم الاكثر ممكن يعطونك ارقام تاريخيه في المنتخبات. خلينا نشوف البوست اللي بعده، خلينا نطلع شوي من جو الكوره، كانت صدمه لمشجعي اليو اف سي ومحبي الرياضه. طبعا انا ما يعني أقدر أقول يعني مو بمحبيها الرياضة بشكل عام، لكن كان الصراع ما بين ماكريجر وحبيب هو يمكن اللي خلى الناس تدش وتشوف أكثر عن هاللعبة اليو اف سي. انصدم العالم باعتزال ماكريجر اللعبة قبل 3 أيام، كان هاي البوست قبل 5 أيام بالتحديد، يعني 3 أيام ما بين هالبوست وأعلن اعتزاله. حبيب بعد علق إنه ما في إلا أسد واحد في الغابة في النهاية. أعتقد ممكن خسارة لليو اف سي نوعا ما، لا ما تروح تكون خسارة كبيرة لليو اف سي لأنه راح يتجه لمجالات كبيرة، توقعت انه يتجه الى المصارعة الاستعراضية WWE او عالم السينما مثل ما سوى دروك، فيعني بالتأكيد هو راح يكون متواجد في الساحة لكن في مجال ثاني، واعتقد ينجح. بيخسرون اليو اف سي صح، بس لكن بيكسبون مجالات ثانية. ككواليتي او كشخصيته مارك ماكريجر تنجح صح في كل مكان، سام مستفز بتحطه في المصارعة، نفس بروك ليزنر، أعتقد بروك ليزنر كان في اليو اف سي لكن للمنشطات والتعاطي راح المصارعة، عادي المصارعة عندك وينجح حتى في أفلام الأكشن مثل ما قلت. مو بشرط، جون سينا حاول تحس فيه من شخصية جيسون ستاثام يمكن، ولا ذروك حتى على حسب، والله فيها يعني المقارنة قوية، المقارنة قوية، لكن أعتقد جون سينا حاول إنه يتجه للمصارعة لكن ما فشل فشل ذريع. باتيستا حاول إنه يتجه أيضا للأفلام والسينما لكن أيضا فشل.
لكن أعتقد التمثيل مختلف نوعا ما، والذروك هو اللي كان أو ستيف أوستن بعد كان ممكن هو عطى شوي جو في الأفلام، لكن مو بمثل ذروك اللي يعتبر الآن الأفضل أو أكثر من يتحصل على أجر في هوليوود. خلنا نشوف البوست اللي بعده. نرجع للكرة. البي بي سي قامت بتصويت عن أفضل لاعب أجنبي في تاريخ البريمير ليج، 250 ألف شخص، وكان المركز الأول تيري هنري. إيش رأيك؟ يستاهل. يستاهل. يستاهل صح. الغريب أفضل لاعب أجنبي في تاريخ البريمير ليج يستاهل. والغريب إنه كان 14% من لكريستيانو رونالدو، يعني بعد كل هالسنين ما زالت الناس تحبه. بس المسيرة اللي قدمها تيري هنري كانت أطول أعتقد كانت في البريمير ليج، وحقق إنجازات تاريخية قاد نادي أرسنال. كان أرسنال غير. خرافية صح. والله كان اليوم تشوف ويلبك في أرسنال وتقول تيري هنري كان يلعب قبل في أرسنال، أعتقد الأسماء اختلفت والأسعار اختلفت وكل شيء يختلف اليوم. خلينا نشوف البوست اللي بعده. عودة تشامبرلين بعد سنة ونص من الغياب، بالتحديد في نصف نهائي مانشستر سيتي العام المنصرم في دوري أبطال أوروبا. اليوم يورغن كلوب أعلن في المؤتمر الصحفي عودة تشامبرلين بعد مدة طويلة، بعد لاعب الأرسنال اللي انتقل ب 30 مليون يورو للأنفيلد. شو رأيك ممكن تفيد كلوب؟ ممكن، خصوصا في احنا في اللحظات الاخيره او الامتار الاخيره من الموسم، تحتاج الى اكبر عدد من اللاعبين، تحتاج الى جهوزيه جميع اللاعبين سواء الاساسيين او البنش. صحيح، ويحتاج لاعبين في النص، خصوصا ميلنر، فيلاندوم، اسماء هندرسون بعد ال 30 اعتقد تحتاج بعض التغيير. خلينا نشوف البوست الاخير اللي معانا الليله اعتقد او اللي قبل الاخير. طبعا مثل ما شفت تصفيات الامم الافريقيه، تاهلت 5 فرق الى تصفيات الامم الافريقيه اللي راح تقام ان شاء الله شهر 6 اللي بيه. الغريب لاول مره في تاريخ الامم الافريقيه تاهل موريتانيا رسميا. تعتقد هل ممكن طبعا الامم الافريقيه راح تقام في مصر بالتحديد، هل تتوقع ان ممكن نتمنى بطل عربي؟ نعم نتمنى بطل عربي، خصوصا ان عندنا مرشحين لاحراز اللقب سواء المنتخب المصري من بعد المنتخب المغربي، المنتخب التونسي ياتي في المرتبه الثالثه من حيث الترشيحات. صحيح. ثم المنتخب الجزائري، لكن موريتانيا ممكن يكفيهم شرف المشاركه. لكن الافضل من قدم كاس عالم كان المغرب. صحيح. فهل من الممكن ان يكون المغرب بطل؟ نتمنى ان نشوف بطل عربي. ليش لا؟ بالتاكيد. وطبعا المغرب عندها نيه كبيره باستضافه كاس العالم في السنوات القادمه. أكيد. وما تعرف الايام وانا بتوديك. اختم في ريد بول واختم في دامك لابس ريد بول الفورمولا 1 2016 لغبين 17/3/18/4. كان في احاديث كبيره عن هالصوره بالتحديد، لان غيرت ريد بول سيارات المحرك، ريد بول غير. صحيح. من هوندا اليوم راح مباشره للرينولت، فاعتقد كان في ان لماذا لم يستمر الريد بول مع مكاين الهوندا. اعتقد راح نعرف هاي القصص طويلة، انا ما فهمت كثير في الفورمولا، لكن في النهايه هي صوره طريفه نوعا ما لمحبي السيارات. وتتوقع من في الفورمولا هالسنه؟ اتوقع يعني بطل السباق ولا بطل جائزه البحرين؟ بطل الجائزه الكبرى. بطل جائزه البحرين اتمنى فيراري، اتمنى بيتيل، خصوصا انه هو المرشح من ناحيه فيراري للتتويج باللقب. يمكن ريد بول كان فريق مميز ايام لفيتيل كان معاهم، هذه السنه ماكس فيرشتابن من العام قدم مستويات مميزه جدا، صح انه يتهور ساعات يسوي حوادث، لكن راح يكونون منافسين في المرتبه يمكن الثالثه او الرابعه، خلينا نقول بعد فيراري ومرسيدس المنافسه التقليديه. يعني فيراري اتمنى. فيراري مع انه اذا احد بياخذ غير فيراري المرسيدس. اقول لك ماكلارن. ماكلارن ليش بس اقول لك مكلارن. نتمنى بعد فريقنا فريق البحرين. هاي اللي كان عندي اليوم محمد، ونختم معك فقرة. شكرا لك عمر، دائما فقرتك مميزة، شكرا لك. طبعا وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملعب، انتظرونا في إجازة نهاية الأسبوع مع حلقة خاصة للحدث الرياضي الأكبر في البحرين، سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة.